وفانتازي الدوري المصري في لعيبه كده لازم تبقى اساسي عندك في التشكيله، وهم في حراسه المرمى يا محمد الشناوي يا ابو جبل. عندك في الدفاع علي معلول من الاهلي، واحمد فتوح من الزمالك، ومحمد حمدي من بيراميدز. في خط الوسط عندك احمد السيد زيزو من الزمالك، او بيرسي تاو من الاهلي، او عبد الله السعيد من بيراميدز، او رمضان صبحي، او وليد الكارتي من بيراميدز برضو، وطبعا عندك قفشه من الاهلي. بالنسبه لخط الهجوم، مهاجمين الاهلي والزمالك للاسف الفتره اللي فاتت بيمروا باسوأ حالاتهم، فانت قدامك فاجري من بيراميدز بما ان الفريق هيلعب دبل الاسبوع دوت. اما باقي ماتشات الجوله فعندك من ماتش البنك الاهلي ومصر المقاصه محمد هلال في خط النص، وبالنسبه لخط الدفاع فارشح لك ايزاك يعقوبو باك شمال البنك الاهلي. ومن ماتش الاسماعيلي وفاركو ما انصحكش انك تاخد حد من الفرقتين، بس الفلوس لو مقزمه معاك فعندك عبد الله بكري مدافع فاركو، وعمرو جمال مهاجم الفريق. امبي وايسترن كومباني طبعا قدامك جون ايبوكا من غير جدال، وغالبا هيجيب جون ويزاحم مروان حمدي على صداره الهدافين. مباراه سموحه وسيراميكا غالبا الكلين شيت مش هيبقى مضمون في المباراه دي، فلو هتختار اختار حد من الهجوم زي مروان حمدي او شادي حسين من سيراميكا. بالنسبه بقى مباراة غزل المحلة وفيوتشر فعندك ناصر ماهر بيقدم أداء رائع بقاله كم مباراة، وطبعا عندك الأوبشن المتاح احمد رفعت متالق جدا مع فيوتشر الموسم ده. وماتش طلاع الجيش والمصري عندك فيكتوري بنيانجبا، انا شايف بصراحه انه مهاجم كويس وممكن يجيب لك نقط، بس خليك في الامان وخليه في الدكه بحيث ان لو المهاجم بتاعك ما لعبش يخش هو. اكتبوا لنا اسئلتكم في الكومنتس عن الجوله ال13 او اي حاجه بشكل عام مش فاهمينها الفانتزي وحابين نوضحها لكم.